من أي باب في الغرام سأدخل، أمن الحسين هناك باب أجمل، وهو الذي شمل الكرام بجوده، إذ قال هيا للطفوف تفضلوا. إن لله عز وجل إرادة قاهرة يدبر بها هذا الكون بما فيه شؤون الإنسان، يحققها بمجموعة من الأوامر على نحو الوجوب أو الاستحباب. فحينما أوجب الحج على من استطاع فإنه يحقق به مجموعة من المرادات الإلهية، منها تلاقي وتلاقح الأفكار بين الفرق والمدارس الإسلامية، ومنها إزالة الفوارق الطبقية بين المسلمين، ومنها تربية النفس على ترك العادة والمألوف والهجرة إلى الله. وهكذا هي زيارة الإمام الحسين. زيارة الحسين سنة إلهية وشعيرة عظمى تحقق هدفا ساميا لإمام جوارح الإنسان القلب. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن زيارة الحسين بصورة عامة، الزيارات الموزعة على خلال سنة كاملة، وزيارة الأربعين على نحو الخصوص لما لها من خصوصية العدد المتجمهر في هذه الزيارة، حتى صار يعد أكبر تجمع ديني، أكبر تجمع ديني في العالم. طبعا على اختلاف الأديان، هناك الأديان السماوية، هناك الأديان غير السماوية، وإذا جاز لنا التعبير بالملل والنحل، ملة يعني دين مرتبط بالسماء، نحلة يعني دين انتحله الناس وارتضوه دينا وهو غير مرتبط بالسماء. عند أصحاب الملل وأصحاب النحل تجمعات وطقوسا يؤدونها، وأحيانا أعياد، ويسمون الأعياد بمسميات، ولكن لم يصل تجمعا دافعه الدين يطلق عليه تجمعا دينيا كتجمع المسلمين من أتباع مدرسة أهل البيت في ما يعرف بزيارة الأربعين، أي في العشرين من صفر، أو قل من أول صفر إلى أن يبلغ الذروة هذا التجمع في يوم العشرين من صفر، ذكرى أربعين الإمام الحسين، وذلك يعني مرور أربعين يوم على شهادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا التجمع الحسيني، هذا التجمع الديني الكبير يحقق مجموعة من المرادات الإلهية، مجموعة من الأهداف السماوية التي تريد السماء من المجتمع البشري أن يصل إليها. من أهم هذه الأهداف التعارف البشري، أن أبناء البشر يتعارفون فيما بينهم، يتلاقون فيما بينهم على اختلاف لغاتهم، على اختلاف قومياتهم، على اختلاف بلدانهم، على اختلاف كل ما يعيشونه من اختلاف في حياتهم، فكري، لفظي، عرقي أو غير ذلك. تجد في زيارة الحسين مجموعا كبيرا من البشر ينصهرون في بوتقة واحدة اسمها زيارة الأربعين للإمام الحسين. يذوب في هذه البودقة كل المميزات. تجد الذي يمتلك بعض المميزات العلمية، الألقاب العلمية تراها تتلاشى، الألقاب الاجتماعية، شيخ القبيلة، شاعر القبيلة، تتلاشى. بعض ما يحصل عليه الإنسان من مراتب نتيجة الاقتصاد، الغني الثري، تتلاشى الغنى والثراء، تتلاشى حتى المعايير الجسمانية، هذا ذو جسم متكامل، هذا يعاني من نقص في بعض، كل المميزات تتلاشى لينصهر الجميع
في بوتقة واحدة ويكون للجميع عنوانا واحدا، هو عنوان زائر الحسين أو عنوان خادم زائر الحسين. كل مميزات تتلاشى وتذهب. كل الأعاصير لا تقوى على هممي، أنا الحسين وساق العرش من قممي، أنا الحسين وساق العرش من قممي، أنا السفينة والمصباح يعرفني، من سار في البحر أو من سار في الظلم، من سار في البحر أو من سار في الظلم. اليوم أصبحت زيارة الحسين فضلا عن أنها طاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة لله سبحانه وتعالى وتلبية لنداء المعصوم احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، أصبح فيها ميزات عظيمة أخرى غير ميزة الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى، مثل أن هذه الزيارة تربي الإنسان على مثلا الإنفاق، تربي الإنسان على العطاء. فاليوم تجد الكثير من زوار الحسين سلام الله عليه وتجد الكثير ممن يمارسون هذه الزيارة أو يحيون هذا الأمر اللي هو زيارة الأربعين، كثير ما يقدمون من أنفسهم أموال جهد مثلا بذل قد يقدموه في زيارة الأربعين لكن لا يستطيعون أن يقدموه في مناسبات أخرى، يعني مناسبات خاصة بهم، مناسبات لأصدقائهم، مناسبات لعشائرهم، مناسبات لمجتمعهم، ما يبذلون هذا الجهد اللي يبذلوه في زيارة الأربعين. أما في زيارة الأربعين لا، يتنصلون عن كل مستوياتهم، عن كل مناصبهم، عن كل شيء خاص بهم يميزهم، يتنصلون عنه ويتنازلون ويقفون ليخدمون أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والأرض لو زلزلت زلزالها وهوت، والأرض لو زلزلت زلزالها وهوت، كل الثوابت أبقى ثابت القدم، كل الثوابت أبقى ثابت القدم. اليوم هو يوم توحيد المؤمنين تحت راية الحسين عليه السلام في الأربعين، في هذه السنة رفعت شعارات توحيد الصف، يا لها يا له من أثر عظيم، الجميع تحت انتماء واحد وهو الحسين عليه السلام، وهذا مؤثر جدا في بناء المجتمع المتكامل، وهذا مؤثر جدا في بناء الدولة الممهدة لظهور الإمام سلام الله عليه. عندما يظهر الإمام سيكون الجميع صفا واحدا، عندما يظهر الإمام سيبذل الجميع روح التعاون والألفة والإيثار، وهذه المبادئ العظيمة الكثيرة الموجودة الآن في زيارة الأربعين. المفروض أن يعمل من يهمه الأمر من المؤمنين، من القادة، من المصلحين، أن يعملوا على توسيع مساحة الأربعين، على توسيع الرقعة الزمنية، توسيع الرقعة الجغرافية المكانية، أو كما يعبرون الزمكانية، هذه الرقعة توسع أن تمتد، أن تشمل كل الناس في أوقات أخرى، أن يتسع قليلا هذا الإيثار، هذا التعاون، حب السلام، الألفة بين المؤمنين، توحيد الصف، العمل من أجل الهدف الواحد، التغاضي عما يحدث من بعض الأخطاء وتحمل التعب والعناء. اسمي تدلى على الدنيا فأرقها، وراح صوتي يمحو آية الصمم، اسمي تدلى على الدنيا فأرقها، وراح صوتي يمحو
آية الصنم. الآن يحاول الإعلام الغربي دائما يبحث عن قضية غريبة، عن قضية أولوية، عن قضية عامة. أكبر تجمع على مدى لربما التاريخ الإسلامي، إذا ما كان التاريخ الإنساني، التاريخ المعاصر على الأقل، أكبر تجمع، أكبر يعني الحج إحنا نراه إنه تجمع إنساني، تجمع ديني، لكن الحج لا يستوعب أكثر من 2 مليون أو 3 ملايين أو 4 أو 5 أو 6. أما زيارة الأربعين استوعبت 20 مليون في كل أنحاء العالم. بدأت زيارة الأربعين تفتح آفاق في الغرب، بدأت في الولايات المتحدة في عقر دار قوى الاستكبار، كانت لزيارة الأربعين صدى استغلال للحرية. ثم أنه أوصلت على أن هؤلاء الناس ناس مسالمين، ليس ناس إرهابيين كما يصورهم البعض. لو كانوا إرهابيين كان هذا التجمع أحسن تجمع لقتل أكبر عدد ممكن من الناس، وهذا التجمع لاستطاعوا أن يوصلون ما يريدوه، لكنه هذا التجمع هو تحدي للإرهاب. خبز العفاتي وريدي جل مبدعه للظامئين وأفق الواهبين دمي، للظامئين وأفق الواهبين دمي. حينما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اغفر لي ولإخواني المؤمنين والمؤمنات ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين، أو حينما يقول الإمام الصادق: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، أو حينما يقول الإمام الصادق: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. أليس في زيارة الأربعين تتغير الوجوه فيعود الزائر فيقول له أهله: لقد تغير لونك، بشراك، بشراك حبيبي الزائر الذي يقال لك تغير لونك، لأن الإمام يترحم على تلك الوجوه التي تغيرت جراء خدمة الحسين، جراء زيارة الحسين، جراء خدمة زوار أبي عبد الله الحسين. إذن أن يكون الإنسان مشمولا بدعاء المعصوم هو بحد ذاته نتيجة كبرى تحققها زيارة الأربعين. أعود وأقول: إذا سألني سائل من الفائدة من زيارة الحسين، من النتيجة المترتبة على زيارة الحسين، أقول الاقتراب خطوة لرضا المعصوم ولدعاء المعصوم لي بالرحمة أو بالتوفيق أو بالرزق. الإمام الصادق قال: واكلأهم بالليل والنهار، اكلأهم يعني ارزقهم ليلا ونهارا. ولا أعتقد أن إجابة لدعاء كإجابة دعاء الإمام الصادق بإكلأهم. الزائر يمشي ليلا رزقه موجود، يمشي نهارا رزقه مكفول. جاء الزوار من أقصى بقاع الأرض وأنفقوا أقل المبالغ، لأن كل شيء كان مؤمن في العراق لهم، الطعام مؤمن، المبيت مؤمن، النقل مؤمن. دعا المرجع الكبير السيد صادق الشيرازي في هذه الزيارة الأربعينية المنصرمة إلى أن يكون حتى النقل مؤمن، يعني الطيران مؤمن، النقل البري مؤمن، لكي يكون الزائر للحسين يأتي ولا ينفق درهما واحدا، كل زيارته للحسين مكفولة، مدفوعة الثمن بكرم سيد الشهداء وبكرم خدام سيد الشهداء. وإن شاء الله يتحقق هذا المعنى لنكون في المدينة الفاضلة التي تحدث عنها أفلاطون أو تحدث عنها الفلاسفة اليونان السابقون، وهي أمل من آمال السماء. ونحن أيضا نطمح أن نصل إلى هذه المدينة في عصر مولانا صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. هي تتحقق الآن لكن جزئيا في أيام من شهر معين، وفي أيام المهدي سوف تتحقق على نحو تام وكامل إن شاء الله. أرضي سماء على الدنيا مظللة، وبلسم تربتي تشفي ذوي السقم، وبلسم تربتي تشفي ذوي السقم. أن الإنسان في قلبه يوم بعد يوم يدعو الله سبحانه وتعالى ويسعى عن طريق مطالعة الروايات الموجودة في كامل الزيارات وغيره عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وثواب زيارته وما يرتبط به. كلما الإنسان طالع الروايات أكثر ازداد في قلبه تعظيما
لشعائر الله فازداد تقوى من الله سبحانه وتعالى. حوراء إنسية أمي وذاك أبي، حوراء إنسية أمي وذاك أبي، خير البرية لم يعكف على صنمي، خير البرية لم يعكف على صنمي. هناك مجموعة من القوانين والأنظمة والأحكام قد لا ندركها، ومن هذه القاعدة، قاعدة النظم، السنن، الأحكام التي يدار بها هذا الكون، السنن التشريعية والأحكام التشريعية، كما أن هناك أحكام تكوينية يدار بها الكون، هناك قوانين تشريعية يدار بها العباد. قد لا ندرك أبعاد هذه الأحكام، لماذا نطوف حول الكعبة باتجاه عكس عقارب الساعة؟ لماذا لا يكون الطواف مع عقارب الساعة؟ لماذا سبع أشواط نطوف؟ لماذا لا نطوف شوطا أو شوطين أو عشرة أشواط؟ لماذا السعي بين الصفا والمروة؟ لماذا في مسافة معينة نهرول؟ لماذا نرمي الجمار؟ وغير ذلك، لماذا نذبح الأضاحي؟ لماذا؟ 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 هناك مجموعة من القضايا عبر عنها العلماء بالأحكام التعبدية، تعبدنا بها وأراد سبحانه وتعالى أن يعرف مدى انصياعنا وانقيادنا لهذه الأحكام. ولدي كواكب عرش الله آخرهم، ولدي كواكب عرش الله آخرهم، سمي جدي يدعى منقذ الأمم، سمي جدي يدعى منقذ الأمم. ومن يعظم شعائر الله، التعظيم على أنواع، هنالك تعظيم قلبي وهنالك تعظيم قولي وهنالك تعظيم فعلي عملي. فقد يكون التعظيم في مرحلة ومنطقة القلب فهذا تعظيم، وقد يتجلى على اللسان فهذا أيضا نوع تعظيم، وقد يتجلى على الجوارح فهو تعظيم من نمط آخر. هذه الثلاثة كلها مطلوبة. من يعظم أي بأقواله شعائر الله، ليس له أن يستصغرها، بأقواله فيعدها، يعد مثلا زيارة الأربعين هينة أو ليست بذات قيمة كبيرة، أو يرجح عليها بعض المشاغل والأعمال الأخرى من دراسة أو من عمل أو غير ذلك. والتعظيم أيضا بالجوارح، يعني أن تتجلى هذه الظاهرة على جوارحه الذي يمشي في زيارة الأربعين أو في سائر الأوقات إلى زيارة سيد شباب أهل الجنة، فقد عظم بمشيته هذه وبحركته هذه شعائر الله. فإن سار 100 كيلومتر فقد عظم بهذا المقدار، وإن مشى مقدار 1000 كيلومتر فقد عظم بشكل أعمق وأوسع. نستكشف من أن من لا يعظم شعائر الله في قلبه فلا تقوى له، يعني في قلبه يشوف هذه الشعائر بمختلف ألوانها وأشكالها، من لبس سواد أو من بكاء ولطم أو تطبير أو مشي على الجمر أو غير ذلك، مواساة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأهل بيته الأطهار، مواساة للأرامل والأيتام، مواساة للأسرى. فكل من طبق عليه أنه شعيرة عرفا من شعائر الله، وشعائر الحسين عليه السلام هي من شعائر الله. فيه دلالا على الدنيا مفاخرة، يا كربلاء وحي صاحب العلم، يا كربلاء وحي صاحب العلم. فلذلك هذه المسيرة الأربعينية
الواقع تتجسد فيها كل قيم الحسين عليه السلام. مثلا قيم التواضع، هناك تجد أن مشايخ كبار، شخصيات اجتماعية رموز، تتواضع في خدمة الناس، لأنها حينما تدرك أنها تريد أن تعظم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالناس زادت التقوى في أعماقها في وجدانها، معرفتها للحسين عليه السلام، فتريد أن تتقرب، تريد أن تعظم هذه الشعيرة حتى تكون في مقام الكلام الذي أو القول الذي قاله جعفر العفو جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، حينما قال من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. فلذلك الناس من هذا الباب، أحد الأبواب التي دخلت لخدمة الحسين عليه السلام، تواضعت بشكل لا يمكن أن يتصوره إنسان. تجد أن رجلا وجيها، شخصية ثرية، وإذا هو يتواضع بشكل بسيط يخدم الناس خدمة لا يمكن أن يتصورها إنسان. يجلس على الأرض يتبرك بمسح أحذية الناس أو أقدام الناس، وصورة لاحظت الحقيقة هزتني من الأعماق، أن هذا شاب يتصرف بهذا التصرف، وإذا هو طبيب، شيخ كبير طاعن في السن، له من الخبرة، له من الدراية، له من الأهل، له من السمعة والوجهة، وإذا يتصرف هذا التصرف. أو حقيقة يقدم الطعام، علماء كبار أفاضل لعمق هذه القضية تواضعوا وجاءوا لكي يخدموا. هذا من القيم التي نستقيها أو قرأناها في المسيرة الأربعين. كفاه بحرا ندا لله ما قطعا، كفاه بحرا ندا لله ما قطعا، لكن سخى بهما للوح والقلم، لكن سخى بهما للوح والقلم. نتعايش مع أهم شعيرة من شعائر الله تعالى، ومع أهم من يعني مرحلة عملية دينية عبادية، وهي زيارة الأربعين، زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ تمر قوافل المؤمنين بقوافل وبمواكب وبأرواح وبنفوس على مختلف طبقات المجتمع للتوجه لمرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه المناسبة، هذه المسيرة المليونية الاجتماعية لها فوائد دينية بالأجر والثواب بالمشي إلى زيارة الحسين. يأوي الوفاء إليه والإباء معا، يأوي الوفاء إليه والإباء معا، لينهلا شمما من معدن الشمم، لينهلا شمما من معدن الشمم. حاولت قوى الاستكبار العالمي والسياسات المنحرفة في السنوات الماضية أن تخلق هوة كبيرة تنتقل من عداء أو تنتقل من تناقض بين السياسيين إلى عداء بين الشعوب. حاولت جاهدة أنه تقسم شعوب الأمة الإسلامية، الأمة الواحدة، إلى شعوب متعددة، كما وضعت في القرن الماضي حدود سياسية اقتطعت منها أجزاء، فكانت الجزيرة العربية جزيرة واحدة، والعراق بلد واحد، وبلاد فارس وبلاد الشام أرض واحدة، وشمال أفريقيا اقتطعها الاستعمار وقوى الاستكبار العالمي إلى مقاطعات، أصبح حدود هناك حواجز بين هذه الشعوب. وعت الشعوب ما تريد، فبدأت السياسات تحول العداء من عداء سياسي إلى عداء شعوب. زيارة الأربعين من فلسفتها، من عظمتها،
أثبتت الآن للاستكبار العالمي، وهذه نقطة جدا مهمة في زيارة الأربعين، أثبتت أن العداء الذي حاولت أن ترسموه بين هذه الشعوب قد انتهى ووحده الحسين. ترى أنه العراق احتضن الإيراني مع العلم أن 8 سنوات من الحروب، من الحرب العراقية الإيرانية، كان يظن الاستكبار العالمي على أن هذه ولدت عداء بين هذين الشعبين بحيث إلى مدى الدهر. نرى الآن العراقي يحتضن الإيراني والإيراني يحتضن العراقي، وذابوا في بودقة واحدة اسمها الحسين. وكذلك ما خلفته السياسة بين الشعب الكويتي والشعب العراقي، ولربما على الشعب السوري، ولربما هناك اقتطاعات أخرى، هذه ذابت على هدف واحد. فتح العراقيون أبوابهم وكأنهم أحباب، وفعلا دخلوا البيوت وكأنه أحباب، فانتهى ما خططوا له خلال قرن كامل بأيام معدودة. وزينب روحها روحي وحكمتها، لقمان يستل منها آية الحكم. وزينب روحها روحي وحكمتها، لقمان يستل منها آية الحكم. هنالك نموذج راقي جدا موجود في الواقع، وهو المجتمع الذي يتحرك في زيارة الأربعين. تجد شعبا، تجد جمهورا، ملايين الزوار يقطعون مسافات طويلة، مسافات شاسعة، في أراضي مختلفة، في أجواء مختلفة، في طبائع مختلفة، من سهل أو صحراء أو عمران أو بادية، ويصلون إلى أبو الأحرار، إلى أبي الأحرار وسيد الشهداء. هذه المسافات التي يقطعونها تجعلهم يتحملون المشاق من أجل غاية واحدة. في المقابل هناك عدد كبير من أناس سخروا أنفسهم لخدمة هؤلاء القادمين من دون مقابل، من دون أن يأخذوا شيئا، بل إنهم يبذلون وقتهم وجهدهم وكل ما يمكن أن يقدموه من دون أي مقابل، بل عندهم غاية عظمى يريدون أن يصلون إليها، وهي من أراد الله بدأ بكم، وهي من يريد أن يخدم آل الله وآل رسوله. أنا الحسين وساق العرش من قممي، أنا الحسين وساق العرش من قممي. القضية الأخرى التواد والتراحم والتعاون اللي لاحظنا في المسيرة الأربعينية، شيء لا يمكن أن يتصوره عقل الإنسان، أن هذه الناس جاءت بهذه الطبيعة، بهذه الصورة، بهذه الحالة من المحبة بيناتهم. شوف أن الشاب حقيقة له سعة صدر، له عقل يزن شخصيات كبيرة، أنه يدرك بأن لا يريد أن يخدش مشاعر الزائر، يتصرف بكل ما عنده من إمكانية من خير ومن عطاء ومن رحمة لكي يقرب نفسه أو يكون قريبا من الزائر، لكي يرضي الزائر. هذه جانب من الجوانب القيم الأخلاقية التي حقيقة قرأناها وجدناها في المسيرة الأربعينية. من المثل العليا التي أيضا وقفنا عليها في الزيارة الأربعينية هي أداء الالتزام الشرعي فيما يتعلق بالصلاة وفي أوقاتها، وكذلك أداء صلاة الجماعة. هذه كانت الواقع من ثمار هذه المسيرة العظيمة العملاقة التي
غذت النفوس بالروح الحسينية المعطاء التي جعلت من الناس الحقيقة أقرب إلى عباداتها وأقرب إلى فرائض الله سبحانه وتعالى. وأنا مراقب لهذه العملية من سنين طويلة. هذه القضية لم تكن موجودة، ولكن بمرور الأيام وبتكرار هذه الممارسة الشعائرية الربانية العظيمة، الحقيقة الناس تغيرت. الناس القضية الأخرى أن الناس أصبح عندها حالة من الكرم الذي لا يمكن أيضا أن يقدره أحد. هذه المليارات التي تعجز عنها كل دول العالم التي أنفقت، الإنسان لو يتمكن أو لو يضطر إلى أن يبيع أغلى ما عنده من أجل أن يكرم الناس هذه لكي يديم هذه الشعيرة العظيمة. فتجد أن الناس تتفنن، كل مجموعة ما نطلق عليها بالموكب، كل موكب من هذه المواكب يتفنن بأي طريقة يستطيع أن يرضي الزائر. أنا السفينة والمصباح يعرفني، من سار في البحر أو من سار في الظلم، من سار في البحر أو من سار في الظلم. الزائر للإمام الحسين تختلج في مشاعره وهو في خضم زيارته مجموعة من المفاهيم والمشاعر، ومن هذه المفاهيم والمشاعر التي يشعر بها التسليم لله سبحانه وتعالى، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، الصابر على ما قد يتعرض له في خضم هذه المسيرة. للحسين أمانتي يا راحلي.